السلام عليكم ليكيب. اليوم رانا في مقصد جديد كما كنتم تشوفوا، رانا في بوكردان ولايه بومرداس. ها هو حكيم معنا الاخ، عرفنا بنفسك. سليم هذا هو احد المتابعين تاع الصفحه تاعنا اللي ما عرفناه هنا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في الدار. اليوم سليم هو راح يكون الجيد تاعنا هنا في بوزبزه. جينا منطقه بوكردان ولايه بومرداس باش نروح لواحد البلاصه بزاف شابه، تعرفوا بير ظلام تسمعوا بيه بصح واحد ما وريكم الطريق. اليوم انا راح نوريكم بالديتاي كيفاش تروحوا له وشنو ما تفسدوش الزبل. لا لا بيان سور، هذه الحاجه الاولى كي نلحقوا ليكيب نلحقوا لهنا هذه البلاصه راكم تشوفوا فيها. هذا مقصد عائلي هنايا وباركينغ، تحطوا السياره ديالكم مكان امن، ما كاينش اللي يدلنا لهنايا. انا موافق نجي ليه، وكاين اللي يحب يقعد هنا يقدر يقعد. وهاي الشواده الفوق تلقاو الشواده، بلاصه تحط فيها السياره تاعك وتبدا الروندوني. روندوني خفيف ماهوش طويل بزاف. دوك نوريكم الطريق بالديتاي كيفاش نروح. ابري لي قارينا السياره تاعنا نولوا بالعكس، نولوا مع الطريق اللي طلعنا منها من ولايه بومرداس. براش تاع الدار ها وليك هي هاي يبان منا بالعين المجرده. نولوا هكذا حتى نلقى واحد البيست هاي ليك راكم تشوفوا فيها. هاي ليك هنا هكذا ندخلوا على لاغوش، نبقاو نتمشاو معاها حتى نلحقوا لهذا بيض الله. كاينه طريق واحده وواحده، ما كاينش طريق واحد اخرى، تسمى جايه باينه هاي ليك. شي حاجه اللي تغيب لكم ولا هاي البيست. الطريق هذه ما تصلحش للسيارات، شغل طريق مهترئه مكسره وزيد تاع تراب. بالك حاجه سياره تاع عاليه شويه كات كات ولا تقدر تمشي شويه هنا، بصح كاين بلايص وين تلحق ما تقدرش تزيد تكمل من تما. فوالا هاي دوك ندير لكم فيديو شويه رابيد حتى نلحقوا ليها. هكذا رانا هابطين، الروندوني مازال ما خلصتش. الروندوني هادي نورمالمون من الفوق الشخص عادي يمشيها في واحد النص ساعه، الشخص شويه فابل 41 حتى 45 دقيقه، الشخص شويه بروفيسيونال يقدر يدير 4 ساعه 20 دقيقه ماكسيموم. هذه هي الروندوني شحال دير فيها. في الروتور راح تولي بالعكس، في الروتور باسكو طلعت تما راح تولي الوقت بالدوب، اللي دار نص ساعه يقدر يلحق حتى ساعه في الروتور. لحقنا في الواد باش نطلعوا الدير بلوندا. انا هنا هذه هي الطبيعة الساحرة في ولاية بومرداس. هاد الشلة اللي يروح للبراج تاع بوز تاع قدارة بالضبط واد بوزكزا، من أحسن وأروع الأماكن اللي متواجدة في ولاية بومرداس. السياحة في ولاية بومرداس على كل حال راهي شبه ما كيما نقولوا شبه ميتة، ماشي ما نقولوا ميتة، بصح كاين مازال كاين أماكن يروحوا يقصدوها الناس كيما هذا المكان. وكاين ايضا كاين فوق بوكردان، هذه ثاني بوكردان تبع هذه المنطقه، وهذه عيطولها بير الظلام. تيكيب هاي ليك دوكا رانا طالعين لبير الظلام، بلاصه شويه واعره ماشي سهله بسهوله لكم تشوفوا فيها، تما لازم تتعاونوا واحد يمدل واحد ساكادو خطر الباكاج وهي رايحه حتى تلحقوا. هاهم الخاوه يطلعوا في الباكاج ديالهم. هذه تقدر تسميها مغامره تاع الصح، مغامرة جبل بوزكزا كيما راكم تشوفوا ماهي سهلة باش تقدر تطلع من منطقة بير الظلام. هذا بير الظلام منطقة جاية كهوف مغلوقة فيه صايم فيه الماء، بصح باش تقدر توصل ليها لازم يكون عندك العتاد، يكون عندك الحبيلة ولا يكون عندك ماتريال اللي تقدر تطلع به. بقاو يتعاونوا بيناتهم لي جروب تاعنا يتعاونوا يطلعوا بعضهم حتى يلحقوا.
ما جيت نخلعكم ولا بصح لتحت والله غير واعره نقطة الواد هذا حكي منه واعره بزاف يعني انا جيت فيها بلي صعيبه من الاخر على بالك هذا هو المدخل تاع بير الظلام كيفاش جاي على بير اسمه بير الظلام كاين بلاصه شابه كاي بلاصه هايله روعه تستحق الزياره بكل صراحه بصح مغامره نحطوها في خانه صعب جدا الضرابي الدم كما تشوفوا صعب دي الضرابي فيها في الجلوب في اليد في كل بلاصه ما تستاهل الزياره بلاصه هذه ما تندموش عليها كي تلحقوا لها نشكر اخونا سليم سليم يعطيك الصحه بلاصه بزاف شابه فيها ها وليك هذا بعد ما بردنا في بير فلان دوك هبطنا بير واسمه الحمام الجرب هذا الحمام كان ينحو به الجرب بكري او حكي ما ينحي في الجرب هو اسمه حمام الجرب بصح الناس نورمال جيت تروح فيها تحميمه وتروح والله ليكيب هكذا قريب تنتهي الرحله تاعنا هنا في منطقه بوزكزا بالضبط رحنا لبير الظلام الفوقه درنا فيها تشبيكات عملنا شويه بردنا وما زدنا جينا الحمام الجرب هذا هي بلاصه جايه قدام الواد برك مفصوله بلاصه هذيك سخونه والواد تعرفوا الواد بارد بلاصه هذيك يقول لك سابقا كانوا يجي نحيو فيها يداووا فيها الجرب والله اعلم مجرد معلومات ديناها من عند الناس احنا ما نعرفوش البلاصه تبقى منطقه تستحق الزياره ولكن صعبه وصعبه جدا تسمى لازم كي تجي لهنا لازم تكون تقدر على البلاصه هذه خاطر كيما بير الظلام هذاك نقدر نقول لكم باللي درجه الصعوبه تاعو 20 على 10 مين با ماشي 10 سور 10 فوق ال 10 بلاصه صعيبه وكل كلمة ما تكونش مع جروب امبوسيبل تلحق ليها ولازم يكون عندك تاوي كوردا ويكون عندك حاجه تقدر تطلع بهم مثلا كاش خشبه ولا تحطها دائما كاين بلايص ما تقدرش تطلع تتكى عليها وتطلع حتى تلحق الفوق بلاصه تستحق الزياره تكون باللي صعبة وصعبة جدا هذه هي